فتلاقي المتحده، الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، فاتحه الباب لنجومنا العرب. احنا في عندنا في دراما رمضان تقريبا 18 مسلسل لو انا عديت صح يعني، وعندي تقريبا لا هم اكتر من 15 فنان ونجم عربي في الدراما الرمضانيه في هذا العام. ومعايا على التليفون احد النجوم والفنانين العرب اللي انا بحبه، بس هو عارف ان انا بحبه لما بنتقابل صدف بقول له دايما كده، فراس سعيد. اهلا 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 يا استاذ يوسف، ازيك؟ من غير استاذ بقى يعني، مش كده ارجوك يعني. عامل ايه انت، اخبارك ايه؟ والله زي الفل، وحشني جدا والله العظيم. وانت منورنا حبيبي في رمضان السنه دي، صح؟ حبيبي يا حبيبي، انتوا اللي دايما منورين العالم العربي كله. يا رب يخليك. يعني كلنا اتولدنا وتربينا على الدراما المصرية، وزي ما انت كنت لسه بتقول هي الحضن اللي كل الفنانين العرب. والله يا بص يا فراس، انا دايما ببص على الموضوع، اصل انا وانت وغيرنا يعني الجيل بتاعنا والجيل الاكبر، خليك في الجيل بتاعنا والجيل الاصغر، اكيد مش شاغلين دماغنا بانه نجيب الريحاني من مصر ولا من العراق يعني. خالص خالص والله، ولا فريد الأطرش يعني، مش ولا اسمهان، محدش مشغول بالقصص دي. والله بص يا يوسف، انا يعني انت عارف انا طول عمري عايش بره. ايوه. فانا كنت ببص على الدراما وعلى السينما المصريه على انها فن العرب، الفن اللي انا جاي منه، مهما كانت بقى جنسيتك، مهما كانت هويتك، مهما كان انت جاي منين او عايش فين، بتحس بيه وعايش فيه. وعلى ما اعتقد يمكن الجنسيه المصريه هي اكتر جنسيه عربيه، يمكن ما فيش جنسيه عربيه تانية مش حاسس انها جزء منه، جزء سواء كان من نشأته ولا من تاريخه ولا من واقعه بصراحه. فهو زي ما بقول لك، هو الحضن الكبير، وهي اللي حضنانا وهي اللي مقويانا. والله زي ما بتاكد عارف، ربنا يخلينا لبعض، بتبقى ظريفه يعني. والله بتكلم بجد، قول لي منور بقى في رمضان السنه دي بايه؟ احكي لي بقى. بعمل دور صغير كده في مسلسل. ولا صغير ولا حاجه، بتعمل ايه؟ قول. حبيبي حبيبي حبيبي، مسلسل الصدفه. بطوله الفنانه ريهام حجاج. وطبعا عندنا كوكبه كبيره جدا من الناس معانا في المسلسل، وطبعا اخراج الاستاذ الفنان سامح عبد العزيز طبعا حبيبي، وكتابه الاستاذ دايما سلامه برضو، صح. يعني قلم مصري قوي جدا. ايوه ده زي السكر فعلا. يعني جدا جدا. وطبعا يعني كوكبه من الفنانين اللي انا يعني بصراحه الواحد بيبقى سعيد ومبسوط جدا وهو رايح يشتغل معاهم كل يوم. انا يمكن دوري اكثر حاجه يمكن مع خالد الصاوي، يعني بتبقى متعه، عارف بتبقى متعه جدا. فراس انت بتاخدني في دوكه ومش بتتكلم عن الدور، صح؟ انت بتفسحني. ما انت عارف. طب بص هقول لك على حاجه، يعني هنقسم البلد نصين، عارف في البيع والشراء يقول لك نقسم البلد نصين. تمام. اللي انا خدت بالي من التيزرز والبروموز اللي بتتذاع انه المسلسل كوميدي او كوميديا اجتماعيه بشكل ما، وريهام داخله رمضان السنه دي كوميديا، واضح. بص هي داخله بطريقه مختلفه جدا، بدور مختلف عليها قوي. اوكي. الناس كلها عامله مجهود قوي جدا. الورق بيحفزك انك تعمل حاجه حلوه. حلو. طبعا الاستاذ سامح يعني هو القائد بتاع العمل كله، واخدنا كلنا يعني تحت جناحه في حته حلوه قوي قوي قوي. سامح لو بس الكوميدي هيموتنا. سامح لو بس الكوميدي هيموتنا قوي. فعلا والله. سامح اصلا شخص دمه خفيف لدرجه خد جدا 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 فوق ما انت اكيد عارف، يعني تعرفه، احنا عشره طول. شخص لذيذ جدا، 26 سنه دلوقتي. ومن صميم المجتمع المصري، فاهم قصدي ازاي؟ ومعانا شباب وبنات صغيرين اللي هم الناس اللي فعلا هم دول اللي داخلين دلوقتي، فاهم قصدي؟ لا عمل لذيذ وظريف جدا، والناس هتبقى متسليه جدا، ومن الاعمال اللي فعلا 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 الناس هتحب تتفرج عليها في رمضان باذن الله. كل التوفيق ليك، وانت عارف انا فعلا بحبك يعني قوي،
ونشوفك في رمضان على الشاشة، ونشوفك في رمضان جوه يعني لا مش جوه الشاشة، جوه البرنامج، جوه البرنامج. ان شاء الله. واحنا الاثنين دقنينا بيضة كده وبتاع، بس انا طبعا غايه في الوسامه تاتش وود، فانا هبقى قاعد منزوي كده وباصص في الارض وبتاع. الله عليك، الله حبيبي عليك. حبيبي ربنا يخليك في راسي. تسلم لي، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. تسلم يا حبيبي، كل سنه وانت طيب، وربنا يا رب يعيده علينا كلنا بكل خير وبالصحه وبعافيه.